لا، في تطور كبير صار وبفترة سريعة، يعني تطور سريع بفترة سريعة. كان العدد، حتى الممثلين والممثلات قليل جدا، تقبل لمهنة التمثيل كان محدود. بعد ما بلشت اللي هي الفيديوز واليوتيوب سيلف جنريتد والسوشيال ميديا، لقوا انه يعني الناس صار عندها تقبل انه تطلع تحكي رأيها، تعمل فيديو، تمزح، تغني. لهيك هلا يعني هي بالخليج، السعودية هي اكثر بلد فيها تقبل لمهنة التمثيل. لسه بالإمارات أصعب شوي، لسه بلدان تانية أصعب شوي، بالسعودية لا، في عدد، لسه ما عندنا الممثلين الموهوبين المحترفين بعدد كبير يكفي الحاجة، بس الحاجة للمحتوى السعودي حاجة كبيرة كتير. عندك كل الستريمرز الغير شاهد والمنصات العربية، في المنصات العالمية في حاجة كبيرة جدا لإنتاج محتوى جيد، والقنوات الموجودة واللي بتبث على كل الوقت الدراما مطلوبة برمضان وبرا رمضان، ففي ديماند عالي جدا، وبدأ يظهر مواهب جديدة. والأجمل إنه في مواهب ورا الكاميرا، من كتاب ومن مخرجين ومنتجين حابين يتعلموا. ما وصلنا للمرحلة اللي هي الأسواق الأقدم والأعرق مثل مصر وسوريا، اللي هي فيها مدارس لتعليم الإنتاج والتصوير والإخراج، وفي معاهد سينمائية. لسه ما وصلنا لهاي المرحلة، لكن المرحلة اللي احنا فيها هي بداية الانفتاح، والطريق شايفيتها بالتسارع اللي صار بالسنتين اللي فاتوا، واللي واضح جدا بالصناعة انه في تسارع. لا، احنا ماشيين بطريق صح، ونحن ببداية عهد جديد. يعني الفرص موجودة والحاجة موجودة، هاي أهم شيء. غير هيك يعني إذا عم تسألي عن وجود المرأة بهاي الصناعة، هي موجودة من وقت، بس كانت بخلف الكاميرا. هلأ صارت المواهب تكون قدام الكاميرا أو مسؤولة عن الكاميرا كمخرجين ومنتجات وكتاب.